اليوم رانا قاعدين ندورو نديرو في العمل توعوي قبل ما نوليو للعمل الاخر للردعي. يشوف فيك ديك الاجراءات الوقائيه. كيما هكا حافظ على نفسك وحافظ على الناس اللي راهم يجيو عندك، حافظ على نفسك الناس اللي يكونوا. سجلنا في بعض المحلات وجود بعض النقائص كمحلات الملابس اللي فيه بعض النقائص اللي سجلناها، وين كاين بعض المحلات ما التزموش باجراء التباعد الجسدي، اجراء كذلك السير في الاتجاه الواحد، حسسناهم ووعيناهم بضروره القيام بكل هذه الاجراءات الوقائيه، كل هذه الاجراءات الوقائيه التي اقرتها الدوله اجباريا لترافق اعاده النشاطات يتم مراقبتها من خلال العمل التوعوي المكثف، ثم مباشرة العمل الردعي. اللي ما يستجيبش للعمل التوعوي مباشرة سيتم القيام بالعمل الردعي.